البلوجر شريهان يوسف. شريهان. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، البقاء لله. ونعم بالله، الحمد لله. شريهان اخت عمر صالح ضحيه تناول الشعريه السريعه الذوبان. قولي لنا كده، ايه الحكايه شريهان اللي حصل؟ الحكايه اللي حصلت، طبعا كلنا عارفين المقاطع المشهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعت التحديات بتاعت الشعريه سريعه التحضير اللي هي الكوريه الحاره دي، وكله دلوقتي بقى بيعملها، وكله دلوقتي بقى عايز يركب الترند ويعملها. المهم الولد اللي احنا عرفناه طبعا بعد الوفاه، ان الولد كان بيعمل التحديات دي مع اطفال زيه في 16 سنه و15 سنه وكده. اللي حصل يعني ده تشالنج كان ما بينه وما بين صاحبه. تحديات بقى كتير بقى من دي، بقى كميه قد ايه بياكلوا قد ايه، الله اعلم انت عارفين. المهم الولد يوم ما تعب حبيبي الاول، جاله تعب في معدته، بعد كده تعب في صدره. طيب نوديه للدكتور، ودينا للدكتور واثنين وثلاثه، الحاله كل يوم بتسوق. بقى يا حبيبي اسم الله عليه بيخش التواليت بيعمل حمام دم. الاورده بتاعت جسمه كلها اختفت، مش عارفين نعلق له محاليل، ولا بينام ولا بياكل ولا بيشرب، وجنبي وسويت 24 ساعه. يعني هو في الوقت ده قال لك ان هو اكل كميه كبيره من هو الشعريه دي، ما قالش، قال انا تعبان، بس هو ما ما قالش اي قالش، حاجه، هو ما قالش اي ما حاجه. قالش بعد كده الاسباب. اصحابه اللي قالوا ده كان بيعملوا تحديات اللي هي الشعريه الكوريه الحاره دي، اللي يقدر ياكل واللي يقدر يخلصها، والكلام ده عمل الكلام ده قبل ما يتعب بيوم. طب انت اتاكدتي منين ان الشعريه هي السبب في حاله الوفاه؟ دكاترة هي اتأكدنا، اللي قالت كده؟ من الدكاترة، لأن كل اللي بيحصل ده ما بي... كل اللي بيحصل ده ما يحصلش غير لما تبقى فيه مادة كاوية حارة نزلت في الجسم، لأن هو ما كانش بيشكي من أي حاجة خالص، ولا حتى عنده صداع. فلما فجأة كده يعمل مثلا تحدي أو وفجأة كده بين يوم وليلة حمام دم، الكلى اتدمرت، الكبد اتدمر، المرارة اتدمرت، الاورده اختفت من جسمه كله، ده كلام دكاتره. حبيبي وانا الله امبارح يرحمه. كنت في كذا مكان مع كذا دكتور، والدكاتره بتثبت الكلام ده، في لان تقارير الحاجات دي طبية قالت الكلام معايا ده. ورقه. ايوه معايا ورقه طبعا، معايا ورقه طبعا، لان هو ما كانش بيشتكي من حاجه. يعني لو هنقول مثلا ان هو كان تعبان من حاجه معينه وكل الحاجات دي فتعب، كنا هنقول ماشي، لكن هو ما كانش بيشتكي من اي حاجه خالص. طيب وصاحبه اللي كان عامل معاه التحدي اخباره ايه؟ ما حد، اختفوا الاولاد دي، اختفت كله، اختفى ما لما تعرفيش عنه الولد اي حاجه. تعب بالتعب ده، كله اختفى. ربنا يرحمه يا رب برحمته، ويصبر مامته، الله ويصبرك يرحمه، حبيبتي، الله والبقاء يرحمه. لله انا تاني. بس كل اللي انا وبشكرك عايزه جدا، اقوله، اتفضلي. كل اللي انا عايزه اقوله يا جماعه، خلي بالكم من عيالكم، انتوا ما تعرفوش العيال بتعمل ايه بره، انتوا ما تعرفوش العيال بتعمل ايه بره. خلي بالكم من عيالكم حبايبي، ما تاكلوش حاجه ما تعرفوهاش، ما تخشوش تحديات في حاجه انتوا ما تعرفوهاش، ابعدوا عن اي حاجه تضركم، وربنا يا رب ما يورينا في حد حاجه وحشه يا رب، وما تخشوش شر ابدا يا رب. اللهم امين يا حبيبتي، اللهم امين.